السلامة. السلام أختي، السلام عليكم. مرحبا بك. وبك أكثر وبالمشاهدين جميعا. بعد تجربة 17 سنة غربة في ميلانو، كي رجعت لتونس كانت حاجة سهلة بالنسبة ليك؟ تصدمت. كيفاش تصدمت؟ تصدمت، فهمت كيفاش ما فهمتش لديه خسر ربي. نقول ميما وخواتي الله يرحم والديهم وبابا الله يرحمه وماتي الله يرحمه. ميل هنا أنا دخت، فما الناس يروحوا كيفي معناتها تمس. برشا روحوا. سي روحوا ما خدوش حقوقهم. ظلم. فاهم؟ تو أنا للمومون معناتها كيما نقولوا تو أنا روحت. هم روحوا بيا مش روحت. ما عندي حق معناتها نبقى في ميلانو. مسطح فما حكاية. فهم كيف هزوني من ميلانو لتورينو. فما حكاية في تورينو معناتها على التوانسة. فهم كيف وقتها كان سالفيني رئيس. سيرتو نقولها بتاع نورمال ياكلها توانسه مروح بارسا توانسه وقت وانا من حقي نبقى في ميلانو اما كي هزوني تورينو ميلانو تورينو قلبوا لي وراك انا دايخ داخل بعد تزمت فهمت كيف ما باش نعمل كي جيت لهنا ورقه ما عطوها لي صار ماما لازم ناخذ عندي حقوق معاه معناتها هما كي راحوا بيا خكاكا ما اخذوا عليه فلوس بيتو احنا فهمنا من الموضوع نتاعك الكل انه انت كنت عايش في ميلانو 17 سنه وبعد هبطوك لتونس نحبوا نعرفوا اكثر تفاصيل من عندك مثلاً. من الاول احكي لنا من الاول كيفاش خرجت من تونس كان معناها الهجره كان في اطار شرعي ولا غير شرعي غير شرعي غير شرعي حالك كاي والناس احكي لي لي ديتاي الكل في اخر 2000 نو باخر 2000 حرقنا معناتها كاي والناس فلوكا جيت الموت 3 مرات وقفت بينا فلوكة في قلب البحر وقت يتعايد صوتك يتعاود 3 مرات في قلب البحر والفلوكة منقوبة يا رسول الله فاهم كيف استنى ربي معناتها انت عاود دخلنا بعضنا استنى ربي عندنا موتور نخرجوا به بالماء فاهم كيف وصلكناها طلع لنا نهار نشوفوا في ال معناتها لمبادوزا نشوفوا في الجبل بعيد تنقبت تتحل اللوح تحل اللوتة تحل اللوح مع بعض خرج الماء فاهم الباقي عبارة عين تلمون انتوما برشا عبارة عين تلمون برشا يا ربي لا تغرق معاه ما بينا واحد انتوما ساعة ولا هكا كمان نقلب العريس برشا مي برشا حاسينو ما بين الماء والفلوك اختار واحد هكا عاد تعمل هكا يدخل الماء والماء من اللوتة فاهم كيفاش صار عندنا موتور نخرجوا به بالماء حاسينو الموتور هنا وصلنا كي وصلت انا مضروب ساعة فاهم كيفاش مضروب ضربة معناتها اخذ كيفاش أربع مغطعيني فهمت كيف عندي بلاكات لهنا فهمت كيف عندي صحابي كم يعاونوني تعذبت يا قدرت من تعاونوك انا عندك وقتك كي جاي وقتك وصلنا نشوف الفيديوهات جايه من غادي والكرتوش يضرب هنا طلبت ناقل بلوكة كلها حليب وسبدريات وخبز ودبش ما لقيت حتى واحد كلها بكت كلها هابطت غرقت كلها هربت معناتها هابطت في المياه خاطر فما بحدنا الجبل فاهم انت كلها تحب تقلب نشوف الفيديوهات هربوا يعني هربوا بقيت وحدي انا ما تب... انا مريض مضروب فهم شوف الفيديوهات جاي من غادي والكرتوش يضرب من هنا اول كلمه سمعتها فيرما فيرما امي فيرما هاسي قلت باش نرجع لتونس كان باش نرجع نحي البلاكيت ونعمل لك كي بيكيت تحرقت انا معناتها مالح فهم كيف بقبق فما زوج كابتوني كيفاش الله يرحم والديك والديهم برجولي هم اللي منعوني تو حبيبي يرحم والديهم هم جاو عطوني ضربة الزيت وما تك وصلت الحاجة تفرت غادي برجولي الحنية اللي عندهم يا بنتي شوف الدم نشوف الامبيلون نشوف وصلت الحمد لله يا ربي وقتها ديجا وصلت وصلنا هنا قلت لك لامبادوزا في الجبل فهمت كيف اما غادي نقضونا ونقضوني اول واحد عليها الحق فهمت كيف قطع عندي علب تقطع لي هو كانت لاصقة في البلاكي كي نحيتها بالواحد تقطع دم تشوف فيه فاهم كيفاه ما عليش كي شافوا الدم كيفاه لا يرحم والديك والديها مع هم يقول لي ابوستو انا من عباد ابوستو انا نقول لهم حتى باش يقول لي مو هاك باش تموت تو نقول لهم سي سي ابوستو هذا سي سي لاباس من غادي بدات الرحله هذول من غادي كاتانيا سيت كي تشر وقت تبدل ليورو مشيت بالليره وقت كي تبدل ليورو نو من غادي بدات الرحله لقيت خمس شر وياس وسايبونا من غادي من غادي بدات الرحلة هبط كلاب من غادي بعد صراحتها هبط لميلانو ديريكت أما تعذبت من ميلانو واحد بدات الغربة من غادي بدا منه ومن هكا حتى اني انفردت وعرست جبت طلياني فوالا أجنبي جبت من هي اسمها ياسمين الله يرحمها توفيت الله يرحمها 2008 سفوكات رقت على كرشة والمخده راهي معناتها بوكاتا معناتها منقوبه المخده مخوها سبيسياليست سبيسيال معناتها فهمت كيفاه
والله ذكرى كي هناك قلبي يبكي. كيفاش توفيت بالضبط؟ عايز نقول لك انا مريض بالعذر وقتها. روحت حكيت ما ساعه هكاك كنت في الصالون. قالت لي تحطك تعش، قلت لها بابي تعش. قالت لي هكا راقده. خاطر خليتها تبكي في البيت النوم. قمت تعشيت قلت فر شويه هز النوم. المراه كي داخله للدار ما شافتش بعد عودت لي. بدات تمس بالطفله مسيتها. لقيتها بيرت لقيت جلاس 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 باكي شفت عمودها لقيتها فيولا زرقاء. ميت عندها ساعتين في بالها ريقه وهي ميته. اي كيفاش ماتت؟ بكيها معناتها رقدت على كرسي. فهمت كيفاه بكيت حاجه كيما هكا فهمت شد على نفيق البس ما فهمتش حتى الطبيب قالوا لي سفوكات مع سفوكات على البس. شو عمرها؟ ستة شهور. ستة شهور وحاجه. صغيره برشا. ستة شهور وحاجه فهمت. من طول كنت عيطت للمراه انا في بالي شكون جاي من الزرده من التالي عند الباب في الزرده ما فهمتش انا في بالي اش فهم كنت عيطت تعمل كيف اخذ. قلت لي انتم قلت لي اسمي شوف نلقاها فيولا زرقاء هذه كانت مهمش صار ربي عنا جيران بحدنا بالكهرباء تك 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 هزيناها للسبيطار قالوا لي عندها برشا مليمات من غادي معناها بكيت مسكينه رخدت على كرشها ماتت. اي في بالها خاطر مش اول مره تركتو على كرشها حتى طبيبه قالت لي هكا نورمال تبكي شويه وتركض مش اول مره فهم. يعني ما يلزمهاش على كرشها ولا كيفاش بالضبط؟ لا معناتها بكيت برشا تنفس ولا فهمت كيفاه فهم كيفاه ما حاجه كيما بكيت برشا هي في بالها ماتت الاخرى في بالها راقده فهم كيفاه ما مش ذنبي انا وذنبي هي والله اعلم علم عند ربي فهم كيفاه ما ان شاء الله ربي يرحمها. شرف امك. عسيلو ما غادي ما 2000 وبعد 2008 اي 2008 روحت 2009 يعني جيت بامور واضحه. وعاود روحت 2010 انه مرتي بامور واضحه. كي رجعت بدات المشاكل غادي. انت نعمل مشكله نتيح تحكم فيها عام، العام هذاك هو اللي جاب المشكله تاعها مشكله كبيره ياسر. فهم كيفاه عملت مشكلة جيت فيها جبت فيها حتى 6 سنين معناتها حاجة كيما هكا اي واحد مطوم دخلت للسجن؟ اي قداش بقيت؟ 16 بعد لا 16 بعد طيحوا لي بعد حكمت 6 سنين ما بعد فهم كيفاه السينية في حاجة كيما فهمت كيفاه 6 سنين عديت سبب عملت مشكلة كبيرة ضربت ضربت شكون؟ قتلته؟ لا سر ربي ما عاود قتل ما ماتش ما ماتش الحمد لله من شوي منك ومنك فهمت كيفاه والحمد لله يا ربي عديت 7 سنين وخرجت كي 7 سنين خرجت كي ريتي ما خديت الايامات كي خديت ما خديتش الايامات تبقى في ميلانو 7 سنين خديت الايامات طول من الحبس هبطوا كل تونس متبقي بيت النار فهم كيفاه نورمالمون انا ميلانو ما راحوش بيا عملوا معايا المحكمه تو نحن زوج سوانس تعرفت انت تونسي؟ لا اي تونسي وما هو مشكله مع مرتي معناتها توا في الغربه بعدها داخله بعدها تونسي لتونسي علاش العام اللي طحت فيه دار سرقت ذهبي ما لقيتوش دبشه ما لقيتوش فاهم كيفاه فلوس ما فهمت كيفاه ما دخلت بعدي فهمت كيفاه معناتها كي خرجت هذيك العام هذاك جاب لي تاع المشكله هذيك شنو عمل سامحني ما هو قتل معناتها هو شنو عمل مش انت وصلت على النفط لا قال سمعت معناتها حكيت هي واحد مغربي فهمني حتى مع مرتي بدا ما حبش يقول الحقيقه معناتها تونسي ولا مغربي؟ مغربي هو عملت مشكله مع مرتي ضرب مرتي فهم كيفاه كي دخلت بعدها ما حاولت قتل معناتها زوجمت حاسيلو فهم كيفاه على حقي معناتها فهم كيف بس سمعت الحكايه كيفاه المراه دخلت في قلت له فلوس برشا فهمنا عاش كيف صرفت فيها فهم كيف كذبت علي حاسيلو انت ما عادش مع مرتك؟ مات مرتي مات وانا في الحبس 2013 عيطوا لي في الحبس في درجه نفهم قالوا لي من سبيسيا ساي تو امك ولا مورتا كيفاش مات؟ والله تو ماني عيام يقول لي اكسيدون ضربت تو خاطر انا غادي في الحبس ما كانتش تزور فيك؟ جتني مره قلت لها بيت الناس او هكا اعمل لك امورك واضحه عندي شكون فهمت كيفاه ما دخلت بعدها ما كما نقولوا دخلت في حيط 2013 في اوبرا عيط لي انسبكتور قال ما تعرف لي بلان سيتي وقعد قال لي مس بياشا صاير تو امك مورت قلت له كي مس بياشا صاير مشيت على روحي فهمت كيف كملت مع حبسي بغادي هزون الكود كتورين وعملوا لي محكم زوج سوانسة حكموا علينا مع التونس هذا روحوا به انا ما روحوش به خل ممنوع علي بجرح بنتي ما تفنى غادي ومرتي ما تفنى غادي وراخي زاد وقتها حي فهمت كيف هزوني من غادي تورينو
متورين وهي سمعت حكايات وياكلوا توانس ما فهمت فهمت كيفاه راسي كيما حاجه كيما هناك مع مع سالفين سي جابوني هنا ما عطوني حتى شيء معايا ما عطوني حتى شيء ورقه ما عطوهاليش في روحت 8/8/2018 معناتها خلي لك الكلمه الاخرى لا مش نقول لك مش نحكي مع خويا اختي خمس خميس عليكم وربي يفضلكم وكان فما حاجه معناتها ما انا ماذا بيه نحب نرجع انا باش نرجع بالوراق ولا عبد بغير الوراق لهنا انا سوف نحكي معك قسم عايش لهنا انت مخي برا انت طلياني في حاش البر طلياني في باب السويقه يا ابو زينك ما احلاكم خويا تشاو.